قبل المقطع يا شباب بحب أذكر إنه جيف أوي لسه ما سحبت عليه، واللي بحب يشترك فيه قبل ما يخلص راح يلقى الرابط بالوصف، أتمنى إنك تدخل على الرابط وتشوف شو شروط الجيف أوي وتشترك. وهي الشروط زي ما قدامك أنا فاتحها، إنك تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعلق بتم على المقطع بالوصف، راح أحط لكم رابطه هو نفسه هذا فتح عليه، وصور الشاشة إنك عملت اشتراك وفعلت زر الجرس وبعت لي الصورة وين على السناب، وكود سنابي زي ما تشوف هاي قدامكم تقدر تصور الشاشة من هون. أو أنا أنصحكم تدخل على الرابط وتشوف شروط هناك أحسن عشان تفهموا تمام. وهي عنوان الفيديو هذاك اللي بقولكم عنه، فيلا مع المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم اقوى جلتش تنسخ حاليا، كيف تنسخ سيارة من خويك. جلتش كثير خرافي شباب، تنسخ اي سيارة من خويك بطريقة سهلة. طبعا السيارة كنت واقف عليها هي سيارة خوي، هي سيارة بتطير، وراح انسخها قدامكم. خطوات الجلتش، لازم يكون عندك بنكر تحت الارض هذا الفاسيلتيز، وتكون معبي سيارة فل تمام، تكون معبي سيارة فل. واحدة من السيارات اللي جوا الكراج تكون سيارة مدنية، السيارة إليجي تكون جوا الكراج تحت البنكر. واحدة من السيارات المعبيات فول تكون سيارة مدنية، يعني ما بدك إياها تمام. وتطلب سيارة مدنية تكون موجودة بأي كراج من كراجاتك الثانية، بس مو شرط سيارة مدنية، يعني أي سيارة ما تبيها تكون كراج من كراجاتك الثانية تطلبها. أنا بطلب هذه السيارة. إذا أنت ما عندك ما في سيارة ما بدك إياها عادي، بتفوت على الإنترنت من جوال وبتشتري سيارة مدنية بتحطها بأي كراج من كراجاتك الثانية، يعني تصير موقعها بالكراج الثاني مثلا، فبتطلبها منه وبتجيك. طبعا شباب أنا كنت تران على الميكانيكي من شوي، فقالوا لي استنى شوي على ما بدها وقت على ما تيجي تمام. بعيد يعني كل بدك تسويه هسه شو؟ يكون عندك البنكر اللي تحت الأرض وتكون معبيه سيارات فول، وواحدة من السيارات الفول تكون إليجي مدنية ما بدك إياها تمام. وتجيب سيارة من سياراتك كراج ثاني تكون مدنية كمان، سيارة مدنية أو سيارة ما بدك إياها، يعني سيارة بدك تخسر ما بدك إياها تمام. هاي خطوات الجلتش شباب بسيطة جدا، فبطلب السيارة لما تجيني بكمل معكم. تمام شباب، هاي طلبت السيارة، خلص الوقت. وأهم شيء تكون بسيرفر خاص أنت وخويك، ما أعرف إذا يزبط بسيرفر عام، بس أحسن يعني بسيرفر عام يخربون عليك يفجروا السيارة في ناس كثير، فخليك أنت وخويك بسيرفر خاص أحسن. زي ما تشوف جبت سيارة ما بدي إياها يعني عادي، وتقدر تجيب سيارة مدنية، بس أهم شيء السيارة اللي بتجيبها تكون محطوطة بكراج من كراجاتك الثانية غير البنكر تمام. أهم خطوة لا تخربط. واليوتيوبر اللي يقول لك لازم يكون شو اسمه لوحة خاصة، ما لوحة خاصة لا ترد الحكاية. هاي انا بسوي الجليتش بدون لوحة خاصة ويزبط بدون لوحة خاصة تمام، يعني الجليتش مظبوط شباب بس بدون لوحة خاصة، يعني ما اعرف ليش على اليوتيوب بيحكوا لوحة خاصة ما له داعي تمام. ويلا هسه كل عليك تحط السيارة عند الصفرة بيجيبوا لك انه فل الكراج، شايف لازم يجيبوا لك انه فل. في اللحظة هاي قول لخويك يدخل مهمة على اونلاين جوب روكسار، يفوت على ميشن اي ميشن تمام. هاي خوي بالصورة فتح ميشن، لما يفتح خويك على الصورة على الواجهة، هاي الواجهه زي ما تشوفوها لما يقول لك انا فتحت المهمه، انت بتفوت عليه نظام جلسه من البارتي او اي مكان. انا فوت شباب، طبعا ما راح يجيبوا لنا اياها لان انا ما يجيبوا لك بالتصوير، فحتى هون ما راح يجيبوا لك انه في تعليق من اللاعب، ما بيجيبوا لك انه جاري الانضمام، بس خلص بتكون تحت الشاشه. فاصبر انت 10 ثواني، من 10 ل 20 ثانيه بنستنى، من 10 ل 20 ثانيه بعدين تحكي لاخويك يكبس دايره، بنستنى وبرجع لكم تمام شباب. رجعت لكم بعد 10 ثواني وين خويي كبس زيرو، صارت الشاشه عنده سوداء. هسه في خطوه مهمه،
هسه لازم تسوي انت وخبيك تتفقوا تعدوا للثلاث، وبعد ما تعدوا للثلاث بالضبط تدبلوا اكسات. اذا واحد منكم كبس اكس قبل الثاني يخرب الجلتش. لازم تعدوا للثلاث وتسووا اكسات بنفس اللحظه، تمام؟ يعني اهم شيء نفس اللحظه، اذا واحد منكم سبق الثاني يخترب، تمام؟ فاس بوريكم انا وخويي من عند الثلاث. يلا واحد اثنين ثلاث، يلا زي ما تشوف. اذا جابت لكم الشاشه زي هيك اعرف ان الجلتش ظبط. اما اذا جابوا لكم السياره دخلت جوا البنكر معناته خرب الجلتش. عيد من اول، لما تعلق الشاشه افتح البصمه وانتحر. لما يجيبوا لك الشاشه هذه المعلقه اكبس افتح البصمه وانتحر، تمام؟ هسه راح ارسمنوك دون خريطه. اذا رسمنوك دون خريطه الجلتش شغال وتمام هيك. فانت هيك بتقول لاخويك خليه هو وجهك وين الطريق. طبعا انا كنت ضايع مش عارف وين اروح، مو عارف طريق البنكر، فخويك كان يقول لي تعال من هون تعال من هون. البنك كان على يميني وانا ظليت ماشي ما انتبهت. المهم هسه شو بتسوي؟ ترجع عند سيارة خويك وبتركبها وبتدخلها داخل البنك. زي ما تشوف تركب سيارته وتدخلها داخل البنكر. راح اخلوك تدخلها زي ما تشوف، حط بجيب لك نفول واكبس اكس. هسه الخطوه اني راح نبدلها محل السياره الاجي اللي ما بدنا اياها، عشان هيك شباب قلت لكم لازم يكون في سياره مدنيه، لانه راح نبدلها وراح نخسرها. فانه لازم يكون يعني سياره مدنيه وبلاش تخسر سياره بدك اياها، هاي الفكره من الموضوع. تمام شباب هسه بنختار محل، نحط محل السيارة المجانية. هاي السيارة اللي تجي مجانية نحط السيارة، نحط السيارة محلها. ونفس الشيء هسه كل عليك تركب السيارة وتطلعها برا. بس راح يصير في مشكلة هسه، وحل المشكلة بسيط، يعني هي مش مشكلة، هي مع الجلتش. بنروح على السيارة، انا حط على الجهة الثانية. وطريق مضمون، يعني هسه بس تطلع برا راح تصير مشكلة وتفكر انه الجلتش لا مش شغال، لا الجلتش شغال وطريق مضمون. كل عليك تركب سيارة، تركب السيارة نفسها وتطلعها برا. زي ما تشوفوا شباب اول ما تطلعها برا لحالهم راح ينزلوك منها، خلص ما راح تقدر تركبها. زي ما تشوفها سيارة خويي وراي كمان. فهاي المشكلة اول ما تطلع من البنكر راح ينزلوك منها. فكل عليك يا شباب شو تسوي؟ كل عليك تسوي انك تعمل اغلاق تطبيق للعبة وترجع تدخل اللعبة، وراح تلقى السيارة عندك بالكراج وتقدر تركبها. وانا ضامن الطريقة، وبس عشان اوريكم كلامي صح راح اوريكم، راح اسوي اغلاق تطبيق وارجع لكم. وزي ما تشوفوا شباب سوينا اغلاق تطبيق، وهي رسبنا بالبنكر. بروح هسه اشوف السيارة وبطلع اجربها معاكم. زي ما تشوف السيارة موجودة، وهي الكلان، شعار الكلان كان حاطه خويي ونفس اللون فهسه راح اوريكم الدليل انه نفس النمرة تاعتي نفس نمرة سيارة خويي، فبثبت انه السيارة فعلا انتسخت من خويي. هسه بطلعها برا وبوريكم بقدر اسوقه. خلص صار سيارة ملكي وعلى خريطة بتلاقوها مبينة، وهي سيارة خويي ورا. هسه برجع عنده وبوريكم النمرة. يعني مستحيل السيارة تكون إلك أنت مثلا، لو 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 واحد بده يكذب يقول لك إنه نسخت سيارة خوية وما ويقول لك إنه نسختها وأكون حاط نمرة، مستحيل تكون النمرة زي ما هي زي ما شفته. يعني هذا بدل إنه كلام صح وإن أنت نسخت سيارة خويك، تمام؟ زي ما تشوف شباب السيارة انتسخت كاملة، حتى نفس اللون ونفس كل شيء، السيارة نفسها انتسخت. وهيك السيارة زي ما شفتوها شباب على الخريطة كانت باينة. فهيك مبروك عليك السيارة صارت ملكك. تقدر تنسخ اي سيارة تبيها، مو شرط اي سيارة تدخل البنكر تقدر تنسخها. وكذا شباب وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى لا تنسى دعمي باللايك
واشتراك وتفعيل زر الجرس، ومع السلامة.